دلوقتي جه ميعادنا مع اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله، ومن ابرزها مباراه مصر امام النيجر في الجوله الاولى للمجموعه الثانيه بكاس الامم الافريقيه للشباب تحت 23 سنه، واخبار تانية كتير هنتابعها مع حضراتكم. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة تنطلق فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة تعاطي المخدرات بمشاركة المتطوعين بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وطلاب وطالبات كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان، وده بمقر كلية التربية الرياضية بشارع فيصل الرئيسي بمحافظة الجيزة. النهاردة هيعلن الأزهر الشريف عن فتح باب التقديم الإلكتروني للمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بجميع المعاهد الأزهرية. كمان النهاردة ولعشاء الكرة المصرية هيلتقي منتخب مصر الأولمبي مع نظيره منتخب النيجر في مباراة الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 باستاد بن بطوطة بمدينة طنجة في تمام الساعة 11 بالليل بتوقيت القاهرة. النهاردة أيضاً هيخوض منتخب شباب كرة اليد مواليد 2002 مواجهة قوية أمام نظيره الصربي في أول لقاءاته بالدور الثاني ببطولة العالم المقامة في اليونان في الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة واليونان، على أن يلتقي يوم الاثنين مع أيسلندا.